بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو رقم 43 CSS. واليوم غيكون واحد شوية ديال التطبيق، غنلعبو واحد شوية. ما كان باش نستمر غير في ليكود شوية ديال لونتينمون، شوية ديال لابراتيك. الغرض هو اننا نكريو هاد لي دو باج، هاد لاباج الاولى على الباج الثانية على العالم الرومانية. هاد غتصادحش معاه، دونك غنكريو في الاول هاد الشكل هذا، ومن بعد نكريو هاد الشكل هذا. ها لاباج الاولى اندكس هي هادي، وها اندكس دو هي هادي. دونك غنبداو بعدا في الاول بهادي، والسي اس اس ها هو فيه الكود ورابطهم به بجوج. لي دو باج مربوطين بنفس لاباج ديال السي اس اس. مزيان، دابا غنجي نحذف هاد الكود كامل وغنديرو اونصومبل. غنشرح لكم بعدا شنو كاين، وحاولوا ديروه بوحدكم، عاد اجي وشوفوا اشنو دات. دونك عندي ربعه ديال الديف، الاولى سميتها او، ثانية غوش، ثالثة دغوات، الرابعة با. هاد هو هادي، هي هادي اللي بالاحمر هنايا، فيها 70 لاوتور، و لا لارجور واخدة لارجور ديال الصفحة كاملة. إذا لا لارجور الصفحة كاملة و لاوتور 70. لا ميم شوز في هذا اللي تحت هذا اللي مسميه با، هو ملونو بالزرق، فواخد 70 لاوتور واخد لا لارجور ديال الصفحة كاملة. هذا اللي بالصفر هنا هو اللي سميتو غوش، واخد 500 بيكسل في لاوتور، واخد النصف ديال الصفحة، هو هذا قاسمين نص بالنص. وهذه اللي ادغوات لونها اخضر، حتى هي واخدة النص في لاغجور، واخدة حتى هي 500 في لاوتور. دابا غتحتاجو تستعملو فلوت كليف، كاين شوية ديال الخدمة هنا، حاولو تفكرو فيها. نجيو نبداو، غنجي سي اس اس وغنسيبلي كل واحد من هادو. دونك غندير دي سيليكتور دو كلاس، فبوان او كونترول سي، كونترول في، كونترول في، كونترول في. هذا غوش، دروات، اي با. الوغ او و با ما فيهمش اشكال. غنجي ندير ويت، وقلنا بما انهم واخدين الصفحه كامله فغندير 100%. و لا ميم شوز با هنا. فلاوتور قلنا 70 بيكسل، اذا هايت 70 بيكسل. كونترول سي، كونترول في، ونبدل دابا لا كولور ديالهم. دوك باك جراوند كالار الاولاني غنعطيه ريد، ونكوبيها، وهذا غنعطيه بلو. دابا اكوش يا دغوات، دونك اول حاجة غياخدو 50%، 50%. نجي نكوبي هادي، كونترول سي، نجي هنا كونترول في، وهنا ندير 50%، ونكوبيها عاوتاني ونحطها ادغوات هنا. فلاوتور قلنا ياخدو 500 بيكسل، دونك غنكوبي هادي عاوتاني هنا 500 بيكسل، هنا 500 بيكسل. خصني ندير لهم باك جراوند، غنكوبي هادي نحطها هنا. دونك اكوش داير خضر، ادغوات داير، اكوش داير صفر، ادغوات داير خضر. اذا اكوش صفر، يلاو، ادغوات خضر، جرين. وما غنأكتواليزيش في كروم باش يبقى الشكل قدامنا، ولكن غنجي لموزيلا، ها هي حلو هنا قبل ما نبدا اي حاجة. ولا أكتواليزيت ها هو الشكل اللي عندي دابا انا، ها الديف الحمراء، ها الديف الزرقاء لتحت، ها هما هادو اللي للوسط. ولكن كتلاحظو دارهم ليا تحت بعضياتهم، هذا هو الاشكال اللي غيطرى قدامكم، خصك تلقى ليه حل. علاش دارهم ليا تحت بعضياتهم؟ لان الديف ان اليمون دو تيب بلوك، ف البلوك كياخد سطر خاص به. فباش نحلو هاد الاشكال يمكن ليا نرجع هادي دو تيب ان لاين. غنجي نجربها، غنجي للخضرا هادي وندير ديسبلاي دو بوان ان لاين، اونجستري، غبر هادي. شتي مابقاتش كتبان كاع، اذا هاد لا سوليسيون ما خداماش. اذا نحيد ديسبلاي، وقلت لكم غنخدمو بفلوت. اش كتلاحظو؟ هادي الصفراء باغي نفلوتيها ليسر، وهذه الخضراء باغي نفلوتيها ليمن. هادشي اللي غندير، غنجي الصفراء وغندير فلوت ليفت، كوبي، كولي، وهنا ندير رايت، اونجستري. نجي نشوف واش حلينا اشكال. لا حلينا والو، حلينا هاد الاشكال ديال هادو، ولكن الزرقاء فين مشات؟ مشات تحت منهم. علاش؟ لان قلنا الا درتي فلوت فكتخرجهم من لو فلي نورمال. الا خرجتيهم من لو فلي نورمال، الاخرين كيبداو يتصرفوا كانهم
ما كاينينش. اذا داك الديف اللي كانت زرقاء هنا لتحت تصرفات مع عدو كانه ما كاينينش فطلعت لفوق، فين هي دابا؟ راهي مخبيه هنا في هذا المكان اللي كانت شي فيه لا سوري، راهي مخبيه هنا دابا. ايوا، وباش نرجع ديك الديف كتعامل معاهم وكانهم في الفلو، اذا بغيتهم مع بعضياتهم يتعاملوا وكانهم برا الفلو، ولكن بغيت هذاك الديف اللي كان هنا يتعامل معاهم وكانهم باقيين في الفلو. فغنجي ندير فيه كلير، نجي هنا وندير كلير وندير لي كلير بوت، يعني من الجهتين بجوج اونجيستري. هذا الاشكال تحل هذا الشكل هذا اللي عندي في كروم هو اللي عندي في موزيلا. شوف انا مشوز، اذا فلوطيت وحده اغوش وفلوطيت وحده ادغوات، فولاو لي زيليمون الاخرين كيتعاملوا معاهم وكانهم خارج لو فلو. الا تعاملوا معاهم وكانهم خارج لو فلو كيينيوريهم كيتجاهلوهم. هاد الزرقه هادي الا تجاهلتهم غتطلع ليا هنايا غتولي تحتهم. انا بغيت هادي دابا ما تبقاش مجاهلاهم، فكنقول لها كلير من جهات بجوج، ويمكن لي هنا ندير غير ليفت كاع لا بغيت، ماشي بدور ندير بوت. بوت هي من جهات بجوج، يعني من اغوشي ادغوات. انا يمكن لي ندير غير ليفت وسامار، شان نتوما لا اكتواليزيت حتى حاجه ما تغيرت. علاش؟ لان هادي فاش كتبغي تطلع لفوق اش كدير؟ كتجي كتشوف واش اغوش واش خاويه، لان باغا تلصق دابا هي ها الكوش ديالها هو اللي غيطلع دابا لفوق يلصق هنايا. كتجي تشوف واش اغوش خاويه، كتلقى هادو كنا متجاهلينهم لانهم خرجوا من الفلو. اذا اغوش كتجيو كتلصق حداهم. الا بغيتي تتعامل معاهم وكانهم باقين في الفلو، يعني كتقول من الله يسر سيدي، فاش تجي كتلقاي عامره هنا هبطي لتحت، تعاملي مع عدو وكانهم داخلين في الفلو، فراها عامره هنايا فنزلي لتحت وشدي بلاصتك. ردت فيديو خصيصا دابا حيت بان لي وكانني ما شرحتهاش مزيان في الفيديو ديالها. انا عاودت شرحتها والله ما عرفت واش فهمت ولا لا. الا ما فهمتوهاش قول لي في لي كومونتير باش نعاود نشرحها. نسد دابا هادي وندوزو لا دوزيام بارتي. الو لا دوزيام بارتي سد دابا عاوتاني هادي، باغي ندير العالم ديال رومانيا. فعندي ثلاثه ديال لي ديف، ها هما ديف بلو ديف بلون ديف روج، ماشي تا بلون سميتها بلون، بلو روج جون. نرجع هادي جون مزيان. اذا ثلاثه ديال لي ديف، هذا عطيتو 33%، هذا عطيتو 33%، هذا عطيتو 33% من الصفحه ديالي كامله، جمعتهم 99% بحال اللي راه هي 100%. انا اذا نجي دابا حيد هادشي ما بقيتش محتاجو، ندير بلو لاكلاس الاولى بلو، غنسيب لها هي الاولى. كونترول سي كونترول في اي كونترول في، هذا جون جي مينيسكي، هذا روج. نجي اول حاجه نبدل لا كولور، دونك باك جراوند كالار، هذا بلو. كوبي كولي كولي، هنا يلو وهنا ريد. ونجي لا لارجور قلنا 33% فيهم 3. وفي لاوتور ديالهم غندير 500 بيكسل. كوبي كولي كولي، نجي دابا نحل بموزيلا نشوف فين وصلنا. ها هما مستفين ولكن تحت بعضياتهم. اذا خصني ندير عاوتاني فلوت، اذا غنجي البلو وندير فلوت ليفت، وغنكوبيها كونترول سي كونترول في كونترول في اونجيستري. جيت لموزيلا هو لو ريزلتا اللي بغينا، غير 500 بيكسل قصيره، خصني نوقع 600 بيكسل. نحطو هنا لا وصلت لتحت هنا قصيره، اذا ندير هنا 600 بيكسل اكتواليزي تاسا. نجي نقول دابا علاش جات هنا فلوت ليفت، درت ليه فلوت ليفت فا هو جا اغوش، واضح هادي. جيت لهذا درت ليه فلوت ليفت فتا هو غيلصق اغوش، غيجي غيلقى هذا شاد واحد الجهه اغوش فغيجي يلصق حداه. هذا دابا هو الكوش ديالو، عندو فين يزيدي يكحاز. لا ميم شوز هذا، جا لقى اغوش عامره هنا وعامره هنا فلصق حداهم هنايا. او هنا بقاو تلعبو بقاو تلعبو واحد شويه، راه خصك تعلم كيفاش تحكم في لي ديف ديالك، تحطهم في واحد الموقع بالضبط. او هنا لاحظوا واحد المساله، انا نصغر هذه لاحظوا اش كيطرى، ماشي كت
كيتغطى شي واحد فيهم، الى ريسبونسيف، هذا هو كيتسمى سيت ريسبونسيف، كيبقى محافظ على لي بروبورسيون. شتي هذه هي الفائده ديال هاد بورسونتاج هنايا. لو درت هنا دي فالور بريسيز بالبيكسل لما غنصغر ولا نكبر غادي ليا مشكله. مثلا لو جيت في الاول درت هنا 200 بيكسل وكوبي زاد لاني كونترول سي كونترول في اي كونترول في، ياك ها هما 200 في 200 في 200. لاحظوا دابا الا صغرتو شي مشكله، حيت ما بقاش ليه لي سباس فاضطر يهبط لتحت. اما الا درتي 33 في 100 33 في 100 33 في 100 صغرو شحال ما صغرتيه غيبقى ياخذ ديك 33 في 100 من العرض اللي متوفر ليه ديك الساعه. اذا كانت لنا مسائل تكون واضحه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.